40,000 شهيد وجريح ومفقود هم ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد غزة اليوم 33 على التوالي. الأعداد تتزايد مع اتساع رقعة العدوان واشتداد القصف الذي ينتج عنه في كل يوم مجازر جديدة. قاعد أنا ومرت أولادي في قلب البيت، في عندي يعني عيالي طلعت عندها لوحت تجيب غرض من الدار، وأنا في عندي 2 توأم، بنايم واحد والتاني نايم، اللي نايم على صدري بنايم فيه. فجأة ما لقيت إلا الدار وقعت علينا بدون ولا أي حاجة، دارنا ودار جيراننا ودار إخوتي. في نص الليل تقريبا يعني 1:30 تم استهداف اللي هو 3 بيوت لإلنا يعني ولبيوت قرايبنا يعني، واحنا طلعنا من تحت الانقاض يعني احنا اللي قدرنا نطلع من تحت الانقاض، وعندنا كان 77 شهيد او 75 شهيد فقدنا. الجيش الاسرائيلي يتمادى بجرائمه ضد الغزيين في وقت الموقف الدولي لا زال صامتا دون تحرك يجبر الاحتلال على تحييد المدنيين من استهدافاته، والذين هم ابرز ضحايا جرائمه منذ اليوم الاول لهذا العدوان. اكثر من 1.5 مليون فلسطيني تركوا منازلهم من أجل السعي لمكان آمن، وفي قطاع غزة لا يوجد مكان آمن. تم استهداف المراكز الإيواء والمدارس التي تأوي النازحين في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة والتعقيد، فقدان مياه الشرب ومياه الاستخدام الآدمي هذا السويدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض، وإلى فقدان حياة الكثير من أبناء شعبنا الفلسطيني. الأمر الآن يتطلب تدخل فوري وعاجل. الأوضاع المعيشية الحالية في قطاع غزة نتيجة استمرار حرب الإبادة الجماعية والقصف والحصار وصلت إلى حافة الانهيار التام، والتي تزيد من حجم الكارثة الإنسانية التي تتفاقم بشكل تدريجي. غزة الآن أصبحت في عين الكارثة، القصف لا يتوقف وحياة الناس تزداد هنا صعوبة مع النفاذ المستمر للمستلزمات الحياتية الأساسية من غذاء ودواء، والتي انعدم وجودها تماما هنا. مازن عبد الكريم، تلفزيون سلطنة عمان، غزة، فلسطين.